Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisah Rasulullah bersama anak yatim pada saat hari raya Idul Fitri berdasarkan hadis dari Anas bin Malik dan disyairkan oleh Dasrab Hamdani. Semoga bermanfaat. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-Eid li ajli salatil 'Eid. فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتشدد حزني فبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي الحسن والحسين إخوتان. فقال له الصبي أكيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقال له كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعا فشابعا وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير فأصبح رسول الله
الحسن والحسين إخواتي. فقال له الصبيان: يا ليت آباءنا ماتوا في أحد الغزوات مع رسول الله.